اخدك بقى ونروح على المتحده بتاعتنا في انتاجها الدرامي المميز، واللي اعتقد انه تقريبا حوالي 18 مسلسل في الموسم الرمضاني 2024. 18 مسلسل فيهم مسلسلات 15 حلقة، 18 مسلسل فيهم مسلسلات 30 حلقة، 18 مسلسل فيهم يحيى حفظ اللقب بقى للجميع، فيهم يحيى الفخراني وفيهم كريم عبد العزيز وفيهم خالد النبوي وفيهم مين تاني؟ وفيهم داش وفيهم عصام وفيهم ريهام حجاج. وبالمناسبة بقى، بالمناسبة أنا شفت البرومو بتاع مسلسل ريهام حجاج، واعتقد انه ريهام السنه دي جايه بشكل مختلف عن المواسم الرمضانيه السابقه، واعتقد انه مسلسل السنه دي هيبقى اكثر نجاحا بكتير عن مسلسلات ريهام في المواسم الرمضانيه السابقه. اسمه صدفه، اسمه صدفه، مسار اجباري. لا مش فرقه مسار اجباري، مسلسل مسار اجباري. ومعانا على تليفون استاذ امين جمال كاتب السيناريو والكاتب المعروف، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ امين، عامل ايه؟ كله تمام؟ ازيك؟ تمام الحمد لله. مسار اجباري، احكي لي من غير ما تفتش السر. لا هو طبعا وان فتشت السر هبقى مبسوط قوي، انت مش متخيل. مسار اجباري يعني استاذ عمرو الفقي مش هيبقى مبسوط، بس انا هتبسط شويه يعني، هبقى عرفت حاجه يعني، واكيد كلنا مش هيبقى مبسوطين. اكيد. قول لي. هو خلاص ايام باذن الله وهنتفرج عليه. مسار اجباري ده معالجه دراميه للاستاذ باهر دودار، سيناريو وحوار انا ومحمد محرز ومينا بيباو. هايل. اخراج استاذ نادين خان. هايل هايل. انتاج المتحده. الله الله. دايركت يعني من غير وجود اي حد معاها، انتاج المتحده. يعني انتاج المتحده بنفسها، مش مع شركات متعاونه مع المتحده. لا انتاج المتحده ده مباشره. ده مسلسل 15 حلقه، المفروض باذن الله النص الاولاني من رمضان باذن الله. ده اول تجربه طبعا لعصام عمر في رمضان كبطوله، واحمد داش ممكن دي ثاني تجربه ليه كبطوله في رمضان. هو اللي اقدر اقوله لك ان هما الاثنين طالعين اخوات بيتحطوا في حاجه مش بتاعتهم، فبيبقى في رحله بقى طول المسلسل اللي هما محطوطين في حاجه هما مجبورين عليها، فاللي هي بقت المسار الاجباري بالنسبه لهم ان هما لازم ياخدوا الطريق ده. طب انت قلت لي مجموعه من الاسماء انا كلها بحبها، بدءا من باهر دويدار لحد نادين خان مرورا بسيادتك. المسلسل اللي ان شاء الله انا متاكد انه هيبقى حلو بيكوا كلكوا وبداش وبعصام، هيبقى خطه ايه؟ يعني احنا اتعرفنا على عصام من خلال بلطو، فاحنا عارفين ان عصام الخط او متعارفين او متعارف عليه ان عصام الخط بتاعه كوميديا، بس كوميديا مواقف، لانه وده حلو عند عصام بصراحه. داش رجل كل الحاجات، عنده الإفيه وعنده الجد وعنده الحزن وعنده كله. الخط بقى بتاع المسلسل نفسه، المسار الإجباري بتاع المسلسل إيه؟ ولا اختياري؟ لا هو المسار اللي بيتحط في بايخ قوي بتاع ولا اختياري، هو المسار اللي بيتحط في إجباري. معانا طبعا النجمتين الكبار معانا، أستاذة صابرين وأستاذة بسمة، عشان برضه أستاذ رشدي الشامي. هايل، بحبه الحب. يعني يا نهار ابيض، يعني لا المسلسل فيه نجوم كبيره كتير جدا، من محسن منصور. فالمسار اللي بيتحطوا فيه مسار اجباري، ان هم اتنين اخوات اللي هقدر اقوله لك اتحطوا في ظروف خارج عن ارادتهم، ولازم يعني مثلا طريقة. مثلا اكشن، كوميدي، كوميديا اجتماعيه، اكيد في حاجه تشويق، رعب. يا عم امين، يا عم امين قول لي اي حاجه. لا هيبقى في كوميدي شويه طبعا ما بين عصام وبين احمد داش، بس هو لا يعني هو عصام اعتقد دي بالنسبه له تجربه مختلفه تماما عن بلطو. بلطو كان كوميدي صرف، لا هنا في موضوع مختلف، في تمثيل عنده، في اجتماعي. يعني ممكن تقول عليه مسلسل يميل للاجتماعيات شويه، يميل للاجتماعيات والانسانيات ما بين الاثنين اخوات دول. وباذن الله يعني املنا كبير ان هو يعجب الجمهور، وكل العناصر اللي في المسلسل عامله مجهود كبير جدا جدا. هم اخوات توأم؟ استاذه دينا كريم، استاذ عماد ربيع، يعني كل العناصر عامله مجهود كبير جدا. الانتاج معانا دافع، المسلسل دافع قويه جدا لقدام. برضه قلت اتنين حبايبنا، يعني دينا كريم وعماد ربيع الاثنين حبايبنا جدا قوي خالص. يعني نادين خان تقريبا ما بتنامش فعلا عشان خاطر المصطفى ده يخرج بشكل يبقى الجمهور مبسوطين منه. عصام عمر الجمهور مستني منه كتير قوي. هم طالعين توأم يا امين؟ احمد لا
امال مين الكبير؟ هقول لك لا، بص هتجرجرني واحده واحده عشان اقول لك كل حاجه. لا ده سؤال عادي بقى سهله دي، مين الكبير يعني مش هيؤثر على مصر؟ عصام طلع هو الكبير عشان هو اكيد الاطول. لا عصام هو الاكبر، اكبر برضه فرق مش كبير. قد ايه؟ مش بالظبط يعني، فرق مش كبير. طب وابوهم مين في المسلسل؟ محمود البزاوي. حلو جدا، ومامتهم مين؟ لا مش هينفع اقول بقى مامتهم مين، بس انا هقول لك ان احنا معانا صابرين ومعانا بسمه، فمش هينفع اقول لك مامتهم مين بقى، مين فيهم مامت مين. يا عم صابرين وبسمه ينفعوا اخواتهم كده شويه شويه. طب الجرجرنا احكي لك المسلسل هيتقفل معايا هيقتلوني انا بعدها بقى. ماشي 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 ماشي. بعمل برضه في تجربه ثانيه للمتحده، دي برضه بعملها، دي تاليفي انا وحمدي التايه ومحمد السوري، مسلسل استاذه روجينا اخراج رؤوف عبد العزيز، ده انتاج المتحده 15 حلقه. ده برضه معاها رؤوف عبد العزيز روفي. حبيبي. ومعانا ده محمد ثروت، احمد مجدي، عابدين، مراد مكرم، مي سليم، مريم، اشرف زكي، رنا رئيس، يعني معانا نجوم كتيره جدا، وده انتاج المتحده برضه. حلو. ده هيبقى 15 ولا 30؟ 15 حلقه. 15. حلو جدا حلو جدا. ما هتحكي لنا عليه ايه؟ ما تقول لي حاجه يا امين، يعني انا عايز اطلع منك بمعلومه. ما هو المعلومه بالنسبه لي خلاص التفاصيل. بص يعني اقف ورا ظهري ما تقلقش. طب انا انت خدت معلومه دلوقتي ان هما الاثنين اخوات، وخدت معلومه دلوقتي ان محمود البزاوي وباباهم يعني، وخدت معلومه ان عصام اكبر من احمد داش، ايه تاني طيب؟ مين ما انت ما قلتليش مين مامتهم؟ واحد رمضان هتعب. ماشي، بيحبوا مين؟ حد فيهم بيحب واحده؟ حد فيهم بيحب واحده اكيد في المسلسل، لا فيش حب في المسلسل ده. ده النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيب. يعني اكيد معانا مي الغيتي، معانا وجوه جديده يعني، المسلسل نادين دعمه كتير جدا ومتحده مع كتير جدا من الوجوه الجديده وخريجين المعاهد في المسرحيه او اكاديميه الفنون، فلا المسلسل فيه دعم كبير جدا. وكذلك برضو مسلسل روجينا معظمه كله خريجين معاهد في المسرحيه، كل اي حد جديد موجود فيه. ودي حاجه جدا ان المسلسلات السنه دي يعني بتدعم المواهب الجديده، ده شيء كويس جدا، اللي هم تخصصهم سواء درسوا في اكاديميه الفنون معهد المسرحيه او سواء درسوا في اداب مسرح في كل اطفال. هايل جدا. امين انا بشكرك وربنا يوفقك، ومنتظرين منكم ان شاء الله بالتاكيد يعني شغل رائع وعظيم يخلينا يثبتنا قدام الشاشه.